وخلينا نبدأ مع حضرتك من القمة الأمريكية الأفريقية، ونأخذ هذا العنوان من روزا اليوسف في حب مصر ورئيسها، كيف طغى حضور الجالية المصرية على المشهد في واشنطن. ده يمكن كمان اللي رصدته الوطن اللي هناخد من عنوانها رسائل السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية، وأيضا من جريدة أخبار اليوم في عنوان محاور الرئيس السيسي 10 لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وأيضا ما أبرزته جريدة اليوم 7 في عنوان مصر ترسم خريطة طريق لأفريقيا. خليني أسأل حضرتك في البداية على المشهد واللقطات الصادقة جدا والمعبرة قبل ما نتكلم على العلاقات المصرية الأمريكية والاستثمارات والتجارة، لأ نتكلم عن البشر الأول. لقطات وفيديوهات ترحاب واستقبال الجالية المصرية للرئيس السيسي هناك والهتافات والدعم باستمرار، بتشوفوا إزاي؟ خصوصا أنه دي ناس أغلبها مهاجرة وعايشة هناك، فهي فكرة الربط بالوطن وإزاي أن المواطن المصري حتى وهو في بلد بعيدة هو كونكتد أو متواصل مع الوطن الأم، وحاسس باللي فيه وحاسس بكل حتى شعور ما يشعر به أهل هذا الوطن اللي عايشين بقى هنا. بالتأكيد يمكن هذه النقطة الإنسانية مهمة للغاية، لأن شفنا الآن أن حب المصريين في الخارج أصبح يعني عابر للحدود ويصل إلى الداخل المصري بكل قوة، وأعتقد أن الترحيب الذي يحظى به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل زياراته الخارجية من قبل الجاليات المصرية في مختلف دول العالم بيؤكد أن تأثير القيادة السياسية المصرية ونجاحاتها في الداخل المصري وصل بالفعل إلى الخارج، والمصري المقيم في الخارج استشعر هذا النجاح، بل إن النجاح المصري في الداخل أثر عليه تأثيرا مباشرا، سواء فيما يتعلق باستعادة المواطن المصري في الخارج كرامته وهيبته كمصري، وده بنستمع ليه من خلال أصدقائنا في الخارج بيتكلم دلوقتي زي أنا كمصري ببقى فخور بنفسي وفخور بتجربتي أو بتجربة دولتي التنموية والاقتصادية والسياسية أمام المجتمع الدولي وأمام المجتمع اللي أنا عايش فيه في الخارج. أيضا على صعيد حتى الدفاع عن حقوق المصريين في الخارج، بنتكلم الآن عن وزارة خاصة أنشأتها الدولة المصرية للمصريين في الخارج، بنتحدث أيضا عن الاستفادة من قدرات المصريين في الخارج سواء كانوا علماء خبراء مستشارين في أي من المجالات، بنتكلم على مصر تستطيع، بنتكلم على الكثير من الأمور التي دشنت جسور ما بين الوطن والمصريين في الخارج. عشان كده المصري المقيم في أي دولة الآن يستشعر أنه ليس بعيدا عن الوطن، بل أنه في قلب هذا الوطن يؤثر فيه ويتأثر به. عشان كده بينتهز الفرصة أنه يجد القيادة السياسية المصرية موجودة في أي من الزيارات الخارجية ليخرج ويعبر عن هذه المشاعر الصادقة. أنا أعتقد أن ما فيش حد يقدر يخرج كل هؤلاء المصريين ويجعلهم زي ما حضرتك بتقولي يعني كمان بيسافروا من ولايات لأخرى، وفي البعض بيسافر من بعض الدول الأوروبية لبعض الدول الأوروبية الأخرى عشان يستقبلوا السيد الرئيس. ده ما تقدرش تعمله إلا لو كان هناك حب صادق من المصريين في الخارج للقيادة السياسية المصرية وإيمان بالتجربة المصرية، وأيضا تأثير مباشر هم بيقدموا من أجله الشكر لهذه القيادة السياسية التي جعلت رؤوسهم مرفوعة في الخارج. طيب خلينا نتكلم بقى على العلاقات المصرية الأمريكية في ظل هذه القمة، القمة الأمريكية الأفريقية، ومصر هي بوابة أفريقيا تمثلها دائما في المحافل الدولية والمؤتمرات المختلفة، مصر تحمل دائما هموم القارة السمراء. كيف ترى هذه القمة بكل حتى ما جاء فيها من اجتماعات ولقاءات؟ يعني القمة في الحقيقة بها الكثير من الزخم على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية. بداية أنا أعتقد أن منذ عام 2014 ونحن نشهد طفرة كبيرة جدا في العلاقات، وعودة الحوار الاستراتيجي العام الماضي أعطى أيضا انطلاقة جديدة لهذه العلاقات سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي أو حتى فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وشفنا التدريبات العسكرية المشتركة وغيرها من الأمور. أيضا فيما يتعلق بتواصل القيادات السياسية، بنتكلم على دي ثالث مرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بها بايدن خلال هذا العام، بنتكلم عن طبعا لقائه في قمة الأبن في المملكة العربية السعودية، بنتكلم على
كوب 27 ولقائه أيضا مع بايدن، وبنتكلم الآن أيضا على القمة الأمريكية الصينية، بنتكلم على اتصالين هاتفيين ما بين السيد الرئيس وما بين بايدن بعد التهدئة في قطاع غزة، إذن هناك تواصل مستمر. أيضا عدد كبير جدا من يعني المسؤولين الأمريكيين رفيع المستوى زاروا الدولة المصرية، سواء وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي، وزير الدفاع، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الكثير من القيادات الأمريكية. إذن هناك تواصل على الصعيد السياسي وعلى الصعيد أيضا الاقتصادي، هناك تنامي ملحوظ، بنتكلم على أكثر من أو ما يقرب من 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري، تنسيق مستمر. الولايات المتحدة الأمريكية بترتكز على الدولة المصرية الآن كمحور مهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. هذا ما نستمع إليه من خلال تصريحات بايدن، من خلال أنتوني بلينكن وزير الخارجية، من خلال تصريحات وزير الدفاع، مستشار الأمن القومي، كلهم قالوا نفس هذا التصريح، إن الدولة المصرية هي ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا لم يأتي من فراغ. إذن نحن نتحدث عن علاقات مصرية أمريكية متطورة ودائما في تنامي. على صعيد بقى تأثير مصر كمان فيما يتعلق بالشراكة الأمريكية الأفريقية، أنا أعتقد أن مصر كانت كلمة السر. ولو استمعنا لكلمة بايدن فيما يتعلق بالشق الاقتصادي بالتحديد، يعني الجميع هيوقن من هذا الأمر ويدرك أنه ليس بالمبالغ. ليه؟ لأن بايدن في أول الخطاب أو في الجزء الأول من الخطاب تحدث عن يعني اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة التجارة الحرة الأفريقية. هو من أطلق منظمة التجارة الحرة الأفريقية؟ مصر أثناء رئاسة الاتحاد الأفريقي. إذن إنجازات مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي الآن الولايات المتحدة الأمريكية بتبني عليها أيضا علاقات اقتصادية مع القارة الأفريقية في المستقبل. أيضا الرؤية المصرية التي اتضحت في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الملتقيات الاقتصادية التي تجمع الشركاء الأوروبيين أو الشرقيين مع الجانب الأفريقي، سواء بقى طبعا القمة الصينية الأفريقية، الألمانية الأفريقية، الإنجليزية الأفريقية وغيرها من المحافل الاقتصادية بهذا الشأن، وبالمناسبة السيد الرئيس حضر كل هذه المحافل. الرؤية كانت واضحة، المكاسب المشتركة، الاستثمار في البنية التحتية وفي المشروعات التي تهم المواطن الأفريقي، عدم استنزاف ثروات القارة الأفريقية، دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودي بالتحديد يمكن حتى بعد السيد الرئيس ما قالها في القمة الأفريقية على هامش مجموعة العشرين، ألمانيا على الفور أنشأت صندوق لدعم مشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في القارة الأفريقية.